السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. ناسي غورين، أي الرز المقلي بلغة الملايو. طبق اليوم ناسي غورين على الطريقة الأندونيسية، ولعمل هذه الوصفة نحتاج إلى الآتي: أبدأ بقلي البيض الطازج ثم أرفعه جانبا. أضيف في نفس القدر والزيت لحم الدجاج المقطع. أقلب لحم الدجاج في الزيت لأول مرة، ثم أتركه يتجمد قاعدة لحم الدجاج بفعل الحرارة دقائق، ثم أقلبه، وبعد أن ينضج ويتحمر بعض الشيء أرفعه جانبا. أضع البصل والثوم في الزيت. كذلك أضع ملعقة طعام من معجون الروبيان أو شريمب بيست، وممكن استبداله بمسحوق بهار الدجاج، لكن معجون الروبيان أو شريمب بيست سيعطي للرز المقلي على الطريقة الأندونيسية طعم الأمامي المعروف في الأكل الآسيوي. أضيف إليها ملعقة طعام من صويا صوص اي بي سي الأندونيسي المعروف بكيتشاب مانيس، أو أي صويا صوص حلو ثقيل السمك. أضيف كذلك ملعقة طعام من أويستر صوص أو صوص المحار، وملعقتي طعام من سامبل أوليك، وسبق أن قمنا بإعداده في الحلقة 99 من البرنامج. أضع الخضروات المقطعة قطع صغيرة كالقرنبيط والجزر والفلفل الحلو أو كما تحبوا من أنواع الخضروات. أضيف الملح وبعض السكر الناعم إذا كنت تفضله إعداده كما في المطاعم. أضيف بعد ذلك الرز الأبيض البارد وأقلب المكونات جيدا. في الأخير أضع قطع لحم الدجاج الناضج وأقلبها مع المكونات، وبذلك تكون وصفة ناسي غورين جاهزة. أضعه في صحن التقديم. يقدم مع ناسي غورين قطع كروبوك أو المنفوش المقلي
بأي الأنواع تحبه. وهنا قدمت مع قطع كروبوك السمك، ثم يزين الطبق بقطعة البيض المقلي عيون مع قطع الخضروات الطازجة. أسواق يتوفر أنواع وأصناف من الكروبوك أو المنفوش، فهناك نوع روبيان ويأتي منه لون غامق وفاتح، وهناك رقائق البلينجو وأصناف أخرى وألوان من الكروبوك بنكهات البصل والثوم. وهناك كروبوك السمك ويأتي منه لون غامق وفاتح. وعند قلي الكروبوك أو المنفوش يقدح الزيت أولا ليسخن، ثم تخفض الحرارة إلى الدرجة المعتدلة ليتم قلي قطع الكروبوك سواء السمك أو روبيان أو الأنواع الأخرى الملونة دون أن يحترق. الكروبوك من الوجبات الخفيفة الشعبية في أجزاء جنوب شرق آسيا، يقدم عادة مع وجبات الطعام كالرز المشكل وناسي غورين وغادو غادو وطبق سوتو، أو تستهلك وحدها كوجبة كراكر خفيفة. الكروبوك مصنوعة من معجون النشا مع مكونات أخرى تعمل كمنكهات كالمأكولات البحرية مثل الجمبري والأسماك والحبار، أو تكون مصنوعة من رقائق البطاطس والأرز وبعض أنواع الخضروات والفواكه. أما بعض أنواع الكروبوك كقطع البلنجو فيجب أن يتم قلي القطع في حرارة منخفضة لأنها تنفش وتحترق سريعا. أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو، لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت استمتعوا بالطبخ.